بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا حاميين لراية التوحيد لا نشك فيها أبدا ولا يفتر عزمنا في رفعها. آمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على أهل العدوى. ربنا اجعلنا موفقين في كل أحوالنا، واجعلنا أهل سلام على مر الأيام يا ربنا يا رب الأنام. الآن بحول الله تعالى وتيسير من لدن نقارب بعض آيات من سورة البقرة من آية 133 إلى آية 40. وعلى الله قصد السبيل. قل رب، الآية 133: تلك أمة قد خلت من ضبط لا ما كسبت ولكم ما كسبت، ولهذا فكوا في روحكم وما كسبوا سواء كان بالإيجاب أو السلبي، أنتم عليكم كان بالإيجاب، لأنكم أنتم آمنتم بالرسول عليه الصلاة والسلام وجلكم من العرب من خيرة العرب، فهالخيرية هذه ما تأهلكم إلا أن تكونوا أهل كسب مبارك حلال ما لا يفيدكم في الدنيا والآخرة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لهذا كما مر الزمان عليهم وراءوا عدة أمكنة كذلك أنت، لكن ممكن تحمل آية كون ربي يدعونا إلى أن نكون أهل خير في كل مكاسبنا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما ولا تسألون عما كانوا يعملون. إذن احنا كل نفس بما كسبت رهين، ما علينا كان خويست أنفسنا، لا يهمنا من آذى نفسه وأفسد آخرته لحساب الدنيا التي لا تدوم وهي بائرة، ويسمها ربي دنيا أي لا قيمة لها، وإن غلت لا ترتقي إلى مستوى جناح بعوض. نسأل الله السلامة.